حصلت يوم أمس أمطار غزيرة في بعض من أحياء العاصمة جمينة مصحوبة برياح شديدة، مما سببت في قطع الأشجار وخسائر أخرى لبعض منازل المواطنين. وحول هذا الموضوع تجول فريق من التلفزيون الوطني في هذه الأحياء للتعرف على حال المواطنين إثر هطول هذه الأمطار. تقرير محمود مسلفيل. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة حطلت ببعض دوائر العاصمة إنجمينة، وذلك عند مساء الجمعة 30 من يوليو. وفي ذات السياق فقد تجول فريق من التلفزيون الوطني في بعض شوارع العاصمة إنجمينة للوقوف والتعرف على حجم الخسائر التي سببتها الرياح الشديدة أثناء هطول الأمطار، وبالفعل قد تسببت في تساقط العديد من الأشجار الكبيرة. فهنا في هذا المنزل الكائن بالدائرة الرابعة لاحظ الفريق هذه الشجرة التي وقعت على رأس هذه الفيلا، لكنها لم تسبب أي خسائر مادية أو بشرية على حسب قول صاحب المنزل. رياح جاد بأمطار، لكن الرياح شديدة، الرياح شديدة، والحمد لله الشجرة الله يعني أرفع البلاء وما في نادم من جرح. هذا وقد تابع الفريق جولته إلى أن وصل إلى شارع 30 الذي يؤدي إلى ثانوية الحرية، وحينها لاحظ الفريق عددا من الأشجار التي تساقطت بسبب الرياح، مما أدى ذلك إلى خسائر أخرى دون الأشجار كما هو الحال. الشجرة دي هي قاعدة دون فسأنا على الوفقات والدر دون ده مالي أنا ويدي أنت كان إيد كله كان جيد هرات الشجرة تبوت تنجم، لكن أنا نتمنى كان يدور نخد شجرة آخر في وكانها. يذكر أن هذه الرياح قد تسببت في قطع بعض الأسلاك الكهربائية وتساقط بعض الأعمدة التي قد تسبب خطرا للمواطنين في هذه الأحياء، مما يتطلب من المعنيين بأمر الكهرباء إصلاح الأسلاك المتقطعة قبل حدوث أي ضرر لأجل إنقاذ المواطنين بهدف تحقيق المصلحة العامة لجميع السكان.